الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، نحييكم في أسبوعنا السابع لسن الكبار وهذا اليوم الخاص بثنايا أبناء القبائل في انطلاقات 16 من شهر ديسمبر الحالي لعام 2023 للميلاد بانطلاقة أشواط الثنايا لمسافة 6 كيلومترات، ولدينا 16 شوطا توزعت ما بين البكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصائل، وهناك أشواط خاصة بالإنتاج والمنتجين. نرحب بكل الحاضرين في عاصمة الميادين، نرحب بكل المتابعين عبر قناة ياس الرياضية الشريك الإعلامي والناقل الحصري لرياضتنا العربية الأصيلة. على البركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تعلن أول الانطلاقات والشوط الأول الخاص بالأبكار الثنايا المحليات الأصائل. كما أسلفت بأن المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي 6 كيلومترات، ومباشرة مع تصحيح لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتقدم على المركز الأول بقيادة أحد شبابنا المضمرين والمبدعين في عالم الأصائل. محمد بن سعيد بن مطر الرميثي يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهينية لسهيل بن مهنا بن النوبي المحرمي يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث حيث أجد هناك القدوم والوصول على ثالث المراكز من الأسماء القادمة في هذه الاندفاعات والقوة والإثارة، حيث أجد أيضا السفينة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي بقيادة هادب بن حمد بن عفصان المنصوري خذت المركز الثالث. المركز الرابع المتقدمة في هذه اللحظات والواصلة هذه الوسمية لمسلم بن سالم بن زعيتر العامري يصل مع الوسمية وتأخذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس عنيد السهيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي خذ المركز الخامس، والنقلة مباشرة إلى مطيلة لسعود بن سالم بن راشد السعدي اللي خذت المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع البنكة لخليفة بن سلطان بن رشيد يتقدم ويقدم لنا البنكة هنا في هذه الانطلاقة وفي هذا التميز الصباحي، والرقص يحلو مع الكبار هنا تتقدم من خلال هذه المنافسة في المركز السابع، بينما المركز الثامن في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام اللي تقدمت في ثامن المراكز وأيضا تقدمت من خلال هذه المنافسة ناخذ المركز التاسع، هذه جبارة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، والمركز العاشر وصلت منصور الحامد بن ناصر بن علي النعيمي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الصباح، المتقدمة في هذه الانطلاقات القوية والعملاقة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هنا نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المقدمة الأولى والصدارة ومقدمة هذا الشوط، حيث أجد هناك القادمة في هذه اللحظات، وأيضا ما زالت هناك بشعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي هي تصحيح التي تصحح أيضا انطلاقة هذا الشوط ونتيجته مع تصحيح في الصدارة الأولى، بينما شاهينية سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي يا سلام يأتي في المركز الثاني يقدم لنا أيضا الشاهينية، بينما المركز الثالث البنكة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي تصل هناك على المركز الثالث، وبن زعيتر يقدم لنا الوسمية مسلم بن سالم بن زعيتر العامري خذت المركز الرابع في هذه اللحظات على المركز الرابع، بينما المركز الخامس مطيلة لسعود بن سالم بن راشد الساعدي في المركز الخامس. المركز السادس الوصول والدخول في سادس المراكز من خلال هذه التحديات على المركز السادس، هذه الشاهينية لمحمد بن زيد بن خليفة بالشاوي الغفلي، وصلت الشاهينية في هذه اللحظات وخذت أيضا مركز متقدم
هناك تتقدم من خلال هذه الاندفاع القوي والتحدي المثير الشاهينية، تتقدم بشعار بشاوي أيضا انطلقت من خلال المنافسة، خذت المركز السادس، المركز السابع، هذه جبارة لمحمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ودخول أيضا هناك من خلال تواجدي منصور الحامد بن ناصر بن علي النعيمي، يصل شعار العبقري ليتقدم من خلال هذه المنافسة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، بينما وصلت الفاتنة خليفة بن سلطان بن رشيد أيضا يتقدم بوجود الفاتنة هنا التي تدخلت من خلال المنافسة القوية، وأيضا الدخول من الشهامة يابر بن عبيد بن صنباري العامري اللي وصل في المركز العاشر. هذه هي مشاهدين الأعزاء النتيجة وندانا الثاني، بينما نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى مقدمة هذا الشوط وإلى تحديات هذا الشوط وانطلاقاته القوية. هناك تصحيح على المركز الأول، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتقدم، ولكن الدخول من الشاهينية سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي الذي يجد الشاهينية في هذه الانطلاقة. البنك وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء أيضا محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي أو السفينة، بالفعل السفينة القادمة هناك خذت المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما الوسمية في المركز الرابع، هذا مسلم بن سالم بن زعيتر العامري يتقدم في المركز الرابع. والمركز الخامس هناك تصل في هذه اللحظات القادمة في هذه الانطلاقات، وأيضا هذه مطيلة لسعود بن سالم بن راشد السعدي، وصل شعار السعدي القادم من العين دار الزين القادم أيضا ليقدم لنا هذه الانطلاقة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ولكن بالشاوي قادم مع أيضا الشاهينية محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي يقدم لنا أيضا الشاهينية الوصول والدخول. هناك من منصورة حامد بن ناصر بن علي النعيمي يصل، بينما هناك الفاتنة خليفة بن سلطان بن رشيد، هناك الوصول من الشهامة يابر بن عبيد بن صنباري العامري وصل في هذه اللحظات، ولكن أول ندى لهقوة لأحمد بن راشد بن محمد بن سم المنصوري. هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، عودة إلى مقدمة الشوط، وبن مهنا المحرمي بدأ يغير الصدارة، بدأ يغير المركز الأول، بدوا أبناء العين يسيطرون على انطلاقة هذا الشوط من خلال تواجد الشاهينية. هذا سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي يتقدم في المركز الأول، ما شاء الله يقدم نجومية رائعة وجميلة من خلال هذه الاندفاعة ومن خلال هذا التحدي الجميل، ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق على المركز الأول والاندفاع الأول. انفراد جميل هنا أيضا مع انطلاقة هذه الذلول اللي هي الشاهينية على المركز الأول على الصدارة الأولى، بينما تصحيح في المركز الثاني أيضا سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وهناك السفينة، وصلت السفينة هنا تأتي في المركز الثالث، يتقدم هناك محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يصل مع السفينة، ولكن بن زعيتر يقدم الوسمية مسلم بسالم بن زعيتر العامري على المركز الرابع، على المركز الرابع وصل بن رشيد، وصل بن رشيد ليتقدم من خلال تواجدي أيضا الفاتنة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وحميد بن محمد بن رامس اليحافي يتابع الفاتنة، خذت المركز الخامس، ولكن بن مهنا في الصدارة الأولى، بن مهنا في مقدمة هذا الشوط بأداء متميز وجميل واندفاع أولي أشواط الثنايا المحليات الأصايل في أسبوعنا السابع لسن الكبار، حيث تأتي الشاهينية في مقدمة الشوط وفي انفراد هذا الشوط. يتقدم سهيل بن مهنا بن نوبي المحرمي الذي يقدم هذه النجومية، تحركت الوسمية خذت المركز الثاني مسلم بسالم بن زعيتر العامري، بينما تصحيح سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يصل في المركز الثالث المركز الرابع. هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، وصلت الفاتنة لخليفة وسلطان بن رشيد، ولكن بن مهنا الخمسمائة متر الأخيرة، الخمسمائة متر المثيرة، الصدارة الأولى، المقدمة الأولى، ما شاء الله عيناوية عيناوية على المركز الأول على الصدارة الأولى. يا سلام يا سلام على هذا الشكل، عون لون، هذه هي الشاهينية سهيل بن مهنا بن النوبي المحرمي، ما شاء الله تبارك الله، والعصا في الابطان، العصا في الابطان، وصل بن زعيتر، وصلت الوسميه مسلم بن سالم بن زعيتر العامري على المركز الثاني، ولكن تهانينا عيناويه وسلاماتنا لاهالي العين دار الزين
على هذا الفوز والانتصار مع المركز الأول والأداء الأول. مشاهدين الأعزاء بن مهنا يفوز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني هناك وصلت فيه الوسمية لمسلم بسالم بن زعيت المركز الثالث، وصلت فيه أيضا السفينة محمد بن علي بن محمد محمد شامسي المركز الرابع، تصحيح سعيد بن مطر محمد رميثي، وخامسا الفاتنة خليفة سلطان بن رشيد. نعود بالتوقيت الزمني ونأتي بكم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مع هذه الانطلاقة وهذا التميز الجميل والرائع مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. ولكن بن مهنا 9 دقائق 26 ثانية وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني الوسمية 9 دقائق 26 ثانية جزءا واحدا من الثانية. هناك مع الوسمية مسلم بسالم بزعيتر العامري المركز الثالث، وصول المركز الثالث السفينة لأيضا محمد بن علي بن محمد الحماد المركز الثالث، أو هناك الفاتنة أو السفينة عطنا المركز الثالث يا مخرجنا لكي نتأكد في المركز الثالث من خلال هذا الدخول الجميل والرائع الذي شاهدنا من خلاله هذه المتعة والإثارة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هنا أيضا اللحظات وفي الإعادة إفادة تهانينا والناموس لمالك السفينة محمد بن علي بن حماد الشامسي، خذت المركز الثالث. تهانينا والناموس 9 دقائق 28 ثانية جايني من الثاني. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.